إلى ظاهرة خطيرة، فتحول ظاهرة السحر والشعوذة في المجتمع الجزائري إذا تحولت، حيث أصبح السحرة والمشعوذين يعتمدون على الفيسبوك للترويج لأعمالهم الشيطانية ويصطادون زبائنهم. نتعرف على التفاصيل مع هدى بالقاسم. السحر في الفيسبوك ظاهرة خطيرة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. مشعوذون وسحرة نقلوا أعمالهم من السر والخفاء إلى الجهر والعلن، حيث أصبح السحرة يصطادون ويجذبون زبائنهم في الفيسبوك عبر نشر تعاويذ وطلاسم سحر وإعلانات عن جلب الحبيب وتزويج العوانس وتفريق المتزوجين. قريت مرة يعني في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يقول يعني جلب الزوج، تزويج العازب، إرجاع المطلقة إلى بيتها، كذا يزعمون يعني فعل أشياء، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. هذا افتراء وكذب وشعوذة ودجل على الناس، هذا استغلال ضعف إيمان الناس. لما البنت ولا المرأة ولا الرجل يمد شيء يعني من خصوصياته، سواء ثياب ولا صورة ولا كذا، يبعثها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يقدر يستغلها هذا الساحر، يوضع لها سحر، فهذه البنت ربما تعيش يعني معاناة كبيرة، تكون راهينة لهذا الساحر. ما زاد الطين بلة أن هذه الصفحات لها المئات من المعجبين والمتتبعين، حيث يلجأ كثير من الأشخاص إلى مثل هؤلاء المشعوذين طلباً للمساعدة وحل المشاكل. جميع من يقصد ساحراً أو عرافاً أو كاهناً يدلو حجاب ولا ينحلو في الرصاص ولا ينحلو في أي شيء، بعد شهر شهرين عام عامين يعاود يرجع ذاك السحر. ما كاش الأنجع والأفضل والأحسن من القرآن الكريم لإبطال السحر. رغم أن الشرع واضح في تحريم مثل هذه الممارسات، إلا أن السحرة لا يزالون يتفننون في ممارسة هذه الطقوس في ظل ضعف المنظومة القانونية لتجريم ممارسة السحر والشعوذة.